مرة أخرى ألتقيكم من جرموك خلال رحلة السفاري. عندي تقرير مهيئها عن هالمنطقة، جاهز التقرير كامل المونتاج راح أنشره على اليوتيوب. التقرير عبارة عن موضوع يتحدث عن أنبوب موجود داخل هذا التل الثلجي، صورته قبل كم يوم، بالضبط يوم 5 جانيوري، كان نصف هذا الارتفاع. هذا التل، التل هذا متكون من المياه المتدفق من أنبوب ماء، أكو هنا داخل أنبوب ماء مكسور يتدفق الماء، فبسبب البرودة العالية هنا، درجات البرودة العالية، المياه المتدفقة تتجمد، يوميا تتجمد وترتفع أعلى. هذا عبارة عن تل، إذا تسمعون صوت راح تقرب، هذه الوشة صوت الماء المتدفق بالضبط هناك، هذه الفتحة هناك، اكو هسه اقترب الرذاذ، رذاذ الماء هنا لحد الان يوصل لحد هنا، ما يبين طبعا رذاذ الماء هنا، انا اشعر بيده يتساقط علي. ها ناخين اكثر واضح اعتقد، هذا الرذاذ هنا طبعا درجة البرودة بالليل، اليوم الصبح كان 16 تحت الصفر، فهذا الرذاذ يتجمد، شوفوا اعلى من التل، يعني بعد اسبوع اذا نجي هذا التل يكون مرتفع اكثر. فانتظروا التقرير راح ينشره خلال كم يوم ان شاء الله، عندي بعض التقارير عن هالمنطقة، تقرير عن بحيرة كيتشود المتجمدة، نقلت لكم اياها قبل شوية، كنا على الهواء مباشر، مشينا فوق البحيرة وتصورنا فوق البحيرة. اكو تقرير نشرت لكم اياها، سفاري بين الثلوج، رحلة سفاري بين الثلوج، فرحلة رائعة بصور لكم الطريق حتى تتعرفون عليه. اكو تقرير اخر صورنا قرب الغزال، الان نحن سنتوجه الى غزال، منتجع جرموك، نصب الغزال. انا متاكد معظم اللي زاروا ارمينيا زاروا جرموك شافوا الغزال، لكن من مسافه كيلومترا او 3 من داخل جرموك. نحن وصلنا الى قرب النصب وتصورنا، والان سنتوجه اليه، واذا قدرت بتسهيل الله راح انقل لكم اياه ايضا بشكل مباشر، وتشوفون المشهد، مشهد مدينه جرموك من الاعلى. ابقوا معنا.